هذا محمد أبو سمور، بترت بعض أطرافه، وذنبه أنه وجد معلبات طعام داخل منزل عائلته بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، فتح إحداها لتنفجر به. هذه المعلبات يتم توزيعها في قطاع غزة على أنها معلبات لحوم من مخلفات الاحتلال، لكنها في الحقيقة تحتوي على سواعق متفجرة. المخلفات المفخخة تركها الجيش الإسرائيلي في منازل المواطنين، الأمر الذي تسبب بإصابة العديد منهم، كان آخرهم الطفل محمد أبو سمور. أردت أمشي لقيت قنبلة، بدأت ألعب فيها، رحت أدفع على الخيمة، فجأة طن وأهلي، بعدين رحت على الحكورة، ما قدرتش أحكي، وانفجر. المكتب الإعلامي الحكومي أصدر بياناً حذر فيه المواطنين من العبث بالمخلفات الإسرائيلية، خاصة تلك التي تشبه معلبات الطعام. ووفق بيان المكتب الحكومي، فإن نحو 7500 طن من المتفجرات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة لم تنفجر، وهذا يعني وجودها في الشوارع والمنازل وتحت الركام.